ترك لنا القرآن نبيا مقيما، وترك لنا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هداية وتطبيقا، ترك لنا المطلق كتاب الله الذي هو ليس بمخلوق، بل هو كلام الله الذي هو صفة من صفاته وكأنه يتنزل علينا الآن، وترك لنا تطبيقا معصوما لهذا الكتاب. ولذلك كل من قدح في السنة أو أراد، إنما هو يريد أن يقدح في القرآن، لأن كل ما اعترض عليه المعترض من السنة فهو في القرآن. وهذا ينبهنا إليه الإمام الشافعي فيما رواه عنه البيهقي بسنده المتصل، أن كل ما ورد في السنة فأصله في القرآن. فالذي يشكك في سنة المصطفى غدا سترى نفسك أمام القرآن تقرأه، فإذ فيه ما تشككت فيه فتتشكك في القرآن، وهو المطلوب عند هؤلاء الناس. ونحن ننبه المسلمين، لا تتعجلوا ولا تفرحوا بكلام مزوق، فإن من البيان لسحرا، وهذا السحر منه حلال ومنه حرام، لأن السحر الحرام هو الذي استعان بالجن. لكن لما أدرك السحرة عصا موسى خروا سجادا بكلمات بسيطة، ينهدم البنيان على رؤوسهم.